ما هي كنت احكي لنا حكايتك. انا توقفت لدي سافري وتوقفت على قضية هضم جين بنظف عمول بالقول والإشارة أثناء مباشرة عمله، وفهمت من بعدها دخلت للسنتر هدايا. كنتش قعدت موقفة؟ قعدت موقفة من 6 متاع العشية حتى كش نص الليل ونص، ومن بعدها اوتوماتيك ما دخلت للسنتر هدايا، سنتر دي بروتكسيون، سنتر دوبسيرفاسيون تاع الأحداث في منوبة. دخلت لودي سافري وفهمت غاديك كي رقدت وقمت ما نعرفش اش صار لي بالضبط، خاطر انا نعقل على روحي قبلها، يعني ما عملت حتى كونتاكت بريسك وقتها قبلها بدو سمين ما عملت حتى كونتاكت. من بعد اوتوماتيك ما فهمت، ما فقتش بروحي لي انا، فهمت خاطر ساعات تصير مشاكل متاعي يقصوا عليا ورجلي الكل. من بعدها فهمت كي خرجت من السنتر هذايا، كي خرجت عند القاضية بدلتني لسنتر واحد اخر اللي هو مركز الرعاية. في مركز الرعاية قعدت بريود متاع شهر ما نخرجش خاطر باش يشوفوني شنو تصرفات الكل. من بعد كي خرجت مع ما في رمضان خرجت معاها، يعني قعدت باش نقعد بحدها شهر كامل متاع رمضان. ما كيف ما مازلت ما فقتش بروحي. اخر رمضان وليت نحس في حاجه يابسه من هنا وكل، وحاجه تتحرك ساعات وترعش في كرشي. قلت لها ما خذيت لي وقتها تستور، طلعت اونسان مشيت نعدي نلقى روحي فهمت كان سمي ما عاد في ما يتنحى، يعني فهمت. وديجا تطلعنا لوقايه الاحداث قلت لهم يا خاطر كانوا ينجموا يعاونوني في السبيطار المراه قتلي المفضل الصناعيه قتلي كان يوافقوا هما نحيوهولك حتى لو كان فاتت رواما، يا اخي هما ما وافقوش فهمت، قالوا لي لا واستنى حتى لنجيبو وتو ربيوه نحنا. ومن وقتها ونحنا في مشكله، ديجا كنا كاملين في الفوايي، مولات الفوايي طردتنا على خاطر فهمت فقت لي انا وصارت وكرشي بدات تكبر وكل، وكرشي كامل بينا مش تعبني في الوقت هذاك خاطر انا ضعيفه. قداش عمرك؟ انا 16. عمرك 16 وانت توا معناتها تخمم اللي انت تم اغتصابك؟ اي خاطر ديجا يعني نتذكر انا ناقل على روحي لي لما قبلها، يعني البريود اللي قبلها ما عملت حتى كونتاكت، يعني كيفيه هكاك جاي وحده من حيط. ديجا فما رجال في السنتر، كان ما جاش فما رجال نجم نولي نخمم اللي هي الحكايه من برا. جربت تشكي انت في المركز؟ انا ديجا كي مشيت للواحد قبل ما نمشي لقايه الاحداث حاولت انا قلت بديش الحكايه من برا، وقعدت نتذكر كي جيت نتذكر في الميموار نتاعي اللي انا اخر غولاسيو عملتها قبل دو سومي، يعني باش يقعد حتى سيونتيفيك موسبيرم قريناها يا اخي يقعد يجري نهاري ويموت، فهمت؟ يعني باش يقعد جمعتين كاملين وهو يجري ما جاش. الطبيب قال لك لودوز وانت لودوز؟ قال لي لودوز خاطفك، وانا لودوز في الصاف، ولودي سافغيل في المركز، ولو اون سافغيل في المحكمه، ولودي سافغيل انا ليلتها فهمت في شو اسمها هي في القهوه مصبحين يعني فايقه كونسيونت لاني شاربه لا حتى شيء. وين عايشة انت توا مهنا؟ بون توا ساعات نبيتو هون، ساعات نبيتو في وين المسرح، وساعات ثما جردة من هنا تابعة التأمينات المغاربية هذيكا ندخل ونقعدو فيها. في الشارع. قداش عندك توا هاكا في الشارع؟ بريسك من اللي هو عمرو 4 موا. انت في الشارع؟ وانا في الشارع. ديجا يعني العباد الكل اللي نعرفهم اشترهم في الطول تعرفهم ما، وحتى اللي نعرفهم انا اشترهم كذبوا عليا وتعاونوك عاونوك واللي نكلموه. ديجا البارح اخر محاولة يعني من صحاب ما طفل كلمناه قال باش نعاونكم وكل، وديجا خاطر احنا لقينا كري، يعني تصور انت تلقى كري ما تلقاش باش تخلص وكري، يعني نجموا حتى بعديك ما تنجمش تخدم ولا احنا مانيش كاري،
وانا جربت حتى خدمت في قهوة اي من هنا، خدمت فيها 3 ايام مصبحة ونخدم 3 ايام مصبح وانسانت ونخدم، في بالي باش نجمع الفلوس ونكريو بيهم، اما تعبت ما نجمتش نكمل. وما ديجا حتى لقات خدمة في سنتر دابيل ما تنجمش قبلوها، قال ما تنجمش تخدم خاطر ما عنيش وين نبيتو، باش تمشي تخدم ونحنا ما عنيش وين نبيتو. نهار كامل نعديوه نحاولوا باش ندبروا فلوس، نحنا مثلا نقولوا دبرنا 50,000 وفي بالنا فلان باش يمدلنا 100,000 وفلانة باش تكمل لنا 30,000 فماشي ملمو 200,000 ونكريو وشي. يعني ديجا السمسار مخلينا، السمسار نعرفوه راجل كبير فهمت، كان يسكن بحلينا قبل، خلينا دار فهمت، تكلم ولادها قالها رام فهمت زويلة وما عندهم شو كذا باش تخلي هنا ب200 دينار رغم انا هي مسنسة تكلفها ب250 باش ندفع، وكان شهر كريد مد معها كومبليتمون 200 دينار نحنا في بينا باش ندبروهم. تكلم فلان يقول له كلمني نص نهار، فلان كلمني ماضي ساعة ما ندرى شنيا، ومن بعد كيش بتباهي يسكر التليفون واللي يعلق واللي يعمل لك الفي واللي ما ندرى شنيا واللي هذا كفاية تصرف. نحس في نفسيتي قاعد ديجا يعني قاعدة نخم خاطر فما شكون قال لي بشي يشوف كيفاه اللي كنت بيتنا في دارهم فهمت، طفل صاحبنا مخرج صغير يعمل هو تياتر وكل، خاطر انا عملت تياتر وعملت دانس وما كنتش نهار في حياتي نتصور اني شنو نصير السيتواسيون كيف ما هكا، فهمتش علاش ربي حكم في ظروف كيف ما هكا، كنت عايشه لاباس عليا بين ليله ونهار نطردوا من الدار بين ليله ونهار دبشنا يطيش بالدار كاملة تطيش ليلة ونهار، ناس حبيتين في تشير تصير ملكة هذيك، ملكة هذيك مذيع أنا من مذيعة هذيك نتعارك مع البوليسية، من العركة مع البوليسية نمشي للسنتر تصير لي الفاز هذية، تقول ما نعرفش أنا حسيت روحي من مريم العذراء وقت اللي صار فيك، خاطر نعرف روحي اللي أنا ما عملت شيء. يعني نهار اخر ولدي شو نقوله، باش نقوله امك كانت في سنتر ودخلوا دراش عملوا لها، وزيد يعني الحاكم يعني ما ينجمش يخلي ولدي بحذايا وانا في السيتواسيون هي، وتم بالصيف علي انا بالصيف على امي بالصيف على الناس الكل باش يفكول، يعني لا يزي انا في مشكله وزيد ولدي يتفكوا